والقلوب الغافله من المسلمين يرثى لها ليله بعد ليله ما لها توجه اليه ولا طلب منه ولا تشوف لهذه الرحمه ويعدون ان حصلوا شيء في هذه الحياه اما ثياب واما متاع من متاع الدنيا ولكن تعلقت بها العقول والقلوب فيمر على الواحد منهم ليلته ما يتطلب ما يسأل. ما مثل ذا المجلس ولا يسمعه ولا يتخبر عنه ما يطيب إلا إن شي هو أحد وإلا ضحكة في غير محلها بعد ضحكة استهزاء بذا أو بذاك أو استخفاف أو شيء من هذه الأشياء التي تسقط عند الله تبارك وتعالى وتبعد من حضرة المولى جل جلاله وهذا حال مسلم ما تربى وهذا حال مسلم ما تحقق بحقائق الإسلام وهذا حال مسلم من خدع ان خدع واغتر بما عرض له في الطريق من تسويلات وتلبيسات وخطوات لابليس وجنده من شياطين الانس والجن اعداء الحق واعداء الانبياء والمرسلين دفع الله شرهم عنا وعن أهلنا وعن اولادنا وعن اصحابنا وعن احبابنا وعن طلابنا وعن جيراننا وعن المسلمين والمسلمات اللهم امين